بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الرز البسمتي بطريقة جميلة جدا وهتعجبكم بإذن الله إن شاء الله، على الطريقة الهندي كده باللون الأصفر بتاعه كده. هقول لكم دلوقتي على المقادير وعلى التكات بتاعته. يعني أنا عندي هنا كوبايتين رز، يعني حجم كبير كده. عندي هنا بصلة مقطعاها، عندي ليمونة اللي هو الليمون المجفف، عندي بهارات برياني، عندي قرنفل، عندي ورق غار اهوت، عندي فلفل اسود، عندي ثوم، وعندي اللون بتاعي، والماده الدهنيه زبده او زيت زي ما انت عايزه. هنبدا دلوقتي مع بعض على طول، وما بياخدش وقت خالص وجميل جدا وطعمه حلو قوي. خليكم معايا. انا اول حاجه هنا حطيت معلقه الزبده زي ما انتم شايفين كده. طبعا الرز بكون غسلاه ومصفيه من الميه بتاعته. اول حاجه هتسيح عندي هنا معلقه الزبده، عندي سنه زيت بسيطه كده بس كده اهيت. هنا بدات تسيح، انزل عندي بالبصل كده، اديله تشويحه على طول، مش هخليه يغلي يا دوبك يدبل بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اقول لكم ده افضل انواع، يعني افضل طعم للرز بصراحه لو جربتوه، يعني هتدوقي عليه اهو. انا بحب دايما وانا بحمر البصل ان انا احط له التوابل بتاعته، بيدي ريحه وطعم حلو قوي. انا عندي هنا بهارات البرياني اهيت، عندي فلفل اسود او ابيض، لان يعني المتاح عندي ابيض اهوت، ورق الغار اهيت واحدة، والليمونة اللي هي المجففة، ونقلبهم كده مع بعض لحد ما يغلي كده. بدأت تدبل عندي البصل زي ما انتوا شايفين اهو. هنزل بعد كده بمعلقة الثوم او نص معلقه ثوم، نص معلقه ثوم صغيره كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا كوبايتين رز، على كل كوبايه كوبايه، يعني على كل كوبايه رز كوبايه ونص، يعني كوبايتين هياخدوا 3 كوبايات. اقلب اول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط القرنفل بتاعنا كده، هنشوحهم. هنا بعد ما دبلت زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اقول بسم الله وانزل المية بتاعتي، 3 كوبايات اللي احنا قلنا عليهم اهوت، وهنسيبهم لحد ما يغلي. ما نحطش الرز والميه بارده، لازم الميه عندي تكون بتغلي. ونسينا اهم حاجه يا جماعه، مرقه الدجاج، لان مرقه الدجاج بتدي طعم حلو قوي للرز دوت. هنقول بسم الله، احنا ما قلناهاش في المقادير بس مش مشكله، ملحوقه اهي معلقه صغيره او مكعب اللي عنده مكعب، وهنقلب وهنسيبه بقى كده لحد ما يغلي. وبعد كده هنحط عندنا الرز وهنشوفه دلوقتي. هنا عندي زي ما انتم شايفين الميه غليت اهي، هبدا احط الملح بتاعي كده بسم الله، وهنزل بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز حابب لونه يبقى لونه ابيض زي ما احنا شايفينه كده، مفيش مشاكل، ما يحطش اللون اللي انا هحطه. اللي حابب يبقى لونه اصفر زي المطاعم كده اللي احنا بنلاقيها، هيجيب اللون اللي هو الاصفر اللي خاص بالرز
الاقيه في المحلات اللي هي الحلواني او الحاجات دي اهيت، يعني رشه كده مش كتير، وهنقلب. ومع اول غلوتين كده، غلوه اول غلوه قصدي، هنبدا نوطي عليه وهنسيبه لحد ما يستوي، وهنشوف شكله دلوقتي بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي. وهنا هو خلاص يعني تقريبا خلاص استوى. بصوا بصوا يا جماعه ما شاء الله الفلفل ازاي، بصوا بصوا الحبايه عامله ازاي، هو كده جاهز على ان انا اغرفه. بصوا ما شاء الله لا معجن ولا في اي حاجه، بصوا بصوا الجمال عامل ازاي. انا دلوقتي هطفي عليه خالص وهسيبه خالص زي ما هو كده في قلب الحله، هو كده جاهز على الاكل على طول، مش محتاج ان انا اعمل له اي حاجه تانية. بس كده هخليه وهقدمه وهنشوفه لما يتقدم هيبقى شكله ايه. بس هو كده خلاص خلص، يعني زي ما انتم شايفين شكله كده النهائي بعد ما غرفناه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا زي ما انتم شايفين مفلفل ما شاء الله، الرزايه الحبايه بحبتها زي ما بيقولوا اهيت، شكله جميل جدا وبنستخدمه كتير في العزومات، ما خدش وقت خالص اهوت، يعني حتى دلوقتي الناس بتعمله في الافراح والمناسبات والحاجات الحلوه دي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اتمنى انكم تجربوه، يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوش لو لاول مره يشوف معايا القناه يشترك فيها ويضغط على الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويضغط اعجاب وتشيروا الفيديو مع اصدقائكم. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.